في زيارة هي الأولى لبغداد وتعد مهمة على المستويين الأمني والعسكري، التقى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن عبد الرحمن آل بنيان بنظيره العراقي عثمان الغانمي بمقر وزارة الدفاع، وجرت مناقشة ملفات تتعلق بإنشاء مركز أمني ومعلوماتي مشترك لمكافحة الإرهاب وفتح المنافذ الحدودية منها عرعر لتسهيل قوافل الحجاج والترتيب لفتح منفذ جميمة بعد إنهاء المتطلبات الأمنية والإدارية بين البلدين. تم القرار على فتح منفذ عرعر إن شاء الله في الوقت القريب بعد إكمال المتطلبات اللازمة حتى نقدر أن نسير قسم من قوافل الحجاج لهذا الموسم إن شاء الله. ناقشنا أيضا إنشاء مركز تنسيق مشترك معلوماتي استخباراتي يضم القوات المسلحة بين البلدين الشقيقين. اللقاء مثمر، اللقاء يعكس مدى الرغبة في عودة التواصل بصورة مستمرة بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة العراقية، وناقشنا من خلال هذا ما تفضل زميلي النقاط التي كانت مدار البحث، وكنا توصلنا إلى توافق في الآراء، توافق في الطرح. آل بنيان أكد أن المملكة أنشأت مركزا لمحاربة الإرهاب فكريا، واعتبرت انتصار العراق على تنظيم داعش انطلاقة لدحره في المنطقة والعالم، وأضاف أن زيارات المسؤولين بين البلدين تأتي لتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية. انتصار العراق هو انطلاقة لدحر هذا الشر على مستوى ليس العراق فقط، على مستوى العالم إن شاء الله. بالنسبة للتواصل، الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الدولتين، هذه لوضع أسس أو تأصيل العلاقات بين دولة العراق والمملكة العربية السعودية، وهناك بالتأكيد سيكون هناك قرارات تصدر من خلال هذه الزيارات، وبالذات على المستوى السياسي والاقتصادي والاستثماري. الزيارة حملت ردود أفعال نيابية إيجابية لعودة العلاقات العربية العراقية السعودية إلى سابق عهدها، لما لثقل البلدين من الناحيتين العسكرية والاقتصادية في المنطقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. رحب بهذا الانفتاح، بل ندعم هذا الانفتاح شريطة أن لا يكون هناك تدخل بالشأن العراقي، وبالتالي العراقيين هم كذلك لا يتدخلون بشأن أي دولة أخرى. إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية مهمة جدا، يعني دولة إقليمية ودولة مجاورة للعراقات، يجب أن تعاد العلاقات السياسية والاقتصادية على والاستثمارية على المستوى الصعيدين، الدول العراق والسعودية. زياد نهاد، الحرة.